أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم على برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نصمم غلاف كتاب احترافي وبسيط بنفس الوقت. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نضيف الصورة الخاصة بالغلاف من خلال إدراج، ومن ثم الصور الخلفية الخاصة بالغلاف واللي هي هذه الخلفية. راح نضغط كليك أيمن ومن ثم التفاف النص، وراح نختار خلف النص أو أمام النص، أي خيار لا بأس. راح نكبر الحجم إلى النهاية بهذه الطريقة. الآن من قائمة إدراج أشكال، وراح نختار هذا الشكل اللي هو مقوس من الأعلى وحاد من الأسفل بهذه الطريقة. والآن من تعبئة الشكل، الآن راح نضيف اللون البرتقالي. الآن من تعبئة الشكل تدرج، وراح نختار تدرجات إضافية. طبعا نذهب إلى تعبئة متدرجة، وطبعا ممكن نحذف هذا الجزء من خلال سحبه إلى الأسفل. نحدد هذا اللون، وطبعا نختار البرتقالي بهذا الشكل. جيد الآن، ومن ثم طبعا نخرج، ومن المخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي بهذه الطريقة. الآن راح نضيف الصورة الخاصة بالغلاف واللي هو من الصور بهذا الشكل. جيد الآن من تنسيق اقتصاص، راح نقتص الصورة طبعا إلى هذه المنطقة، ومن ثم نؤكد الاقتصاص. جيد الآن من إدراج مربع نص، راح نرسم مربع نص، راح نكتب السلوك العاطفي. طبعا راح نغير نوع الخط وحجم الخط، ممكن يكون حجم الخط 50، وطبعا توسيط واللون أبيض. نجي إلى تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، والمخطط راح يكون بلا مخطط. فيما يخص النص، من تنسيق أيضا تأثيرات النص، راح نضيف ظل حتى يكون النص واضح وقوي. جيد الآن ممكن يكون حجم الخط 55، وطبعا ممكن يكون قريب من خلال خيارات تباعد الأسطر، وطبعا راح نختار قيمة اللي هي 0.8. جيد الآن التصميم بلش يكتمل، فقط يحتاج نضيف اسم المعد، فراح نكتب إعداد مثلا محمد عبد الله. طبعا راح نصغر حجم النص هذا الشكل، وراح يكون النص بهذه المنطقة. فقط يحتاج ان نعدل الصورة الرئيسية. طبعا راح نحرك هذه الصورة، وفيما يخص هذه الصورة من قائمة تنسيق اقتصاص، ممكن نقتصها قليلا هذا الشكل، الآن ممتازة. جيد الآن إن شاء الله يكون التصميم احترافي وسهل بنفس الوقت.